طيب عندي اول حاجه في يونت 16 بيتكلم اول حاجه عن الثيرد كونديشنال اف، الحاله الثالثه الاف. بيقول اني بستخدم الحاله ديت عشان اتكلم عن something that's impossible to happen، تمام، حاجه مستحيل تحصل لان عكسها هو اللي حصل. يبقى something impossible to happen، صح، شيء مستحيل يحصل، impossible to happen، تمام. بجيب بعد if present past perfect، past perfect، وبعد كده بجيب would have will be، would have will be، تمام. الباست بيرفكت اللي هو فيرب هاد بلس البي بي. خلي بالي الحاله الثالثه، بلاقي هنا بي بي الجمله الاولانيه تصريف ثالث، وبلاقي برضو في الجمله الثانيه تصريف ثالث او الباست بارتيسيبل. هدي اكزامبل مثلا واقول ايه، اف اي هاد بين تو ذا بارتي، لو انا كنت رحت الحفله، I would have met، كان زماني قابلت صلاح مثلا، لو انا كنت رحت الحفلة كان زماني قابلت ايه، صلاح. طب انا رحت الحفلة، طب انا قابلت صلاح، يبقى دي حاجة مستحيل تحصل لان انا عملت عكسها، انا عملت العكس بالظبط، انا ما رحتش الحفلة وانا ما قابلتش صلاح. فبقول لا، لو كنت رحت كان زماني قابلت. اكزامبل تاني، if I had studied hard، لو كنت ذاكرت كويس كنت حصل ايه؟ If I had studied hard I would have got the full mark، كان زماني جبت الدرجة النهائية. طب انا ذاكرت كويس؟ لا ما ذاكرتش. طب انا جبت الدرجة النهائية؟ لا ما جبتهاش. واضحة يا شباب؟ clear؟ واضحة يا مس. تمام، can you give me an example يا رضوى؟ ها؟ yes، هقولي مثلا if I had went to the party، if I had been to the party، تمام، كان حصل ايه؟ I would met my friends. تمام، if I had been to the party I would have met my friend، كان زماني قابلت صاحبتي. طب انت رحتي؟ لا. لا ما رحتيش، قابلتيها؟ ما قابلتها. لا. تمام، thank you so much. يوسف give me an example. وانا مثلا. ها، ممكن اقول ايه كمان؟ if I had ate healthy food، if I had eaten، if I had eaten healthy food، لو انا كنت كلت اكل صحي، I would be healthy، I would have been، I would have been healthy، I would have been healthy، كان زماني بقت صحتي كويسة، او كان زماني بقيت ايه، قوية مثلا، تمام؟ يبقى معنى الكلام ده ان انا مش باكل طعام صحي، ومعنى الكلام ده ان انا ايه، صحتي مش كويسه، تمام. ده الجزء الاولاني اللي هو بيتكلم عن ستيرد كونديشنال اف. طيب الجزء الثاني بيتكلم فيها على الريبورت سبيتش او الاندايركت سبيتش. الاندايركت سبيتش يعني الكلام الغير مباشر، اندايركت يعني كلام غير مباشر، تمام، اندايركت سبيتش، تمام. عشان اتكلم عن الاندايركت سبيتش لازم اعرف ان انا عندي ثلاث انواع من انواع الجمل. النوع الاولاني اللي هو statement، اللي هي الجمله الخبريه، يعني لو الكلام اللي بين اقواس ده عباره عن جمله خبريه، يعني بادئ ب subject و verb و object. النوع الثاني اللي هو اسمه order او الجمله الامريه، وانا عندي نوعين، يا اما امر بكلمه امر مثبت او امر منفي، يا اما امر مثبت يا اما امر منفي، يا اما رقم 3 اللي هو question، وانا عندي برضو نوعين من الكويستشن، يا اما سؤال بادئ ب WH او سؤال بادئ ب yes no question. تمام كده؟ يبقى انا عندي كام نوع؟ عندي 3 sentences او عندي 3 types of sentence، يا اما الستيتمنت او الاوردر او الكويستشن. كل واحده من دولت ليها معامله مميزه عن الباقيين. هنبدا كده في الستيتمنت اللي هي الجمله الخبريه.
طيب بيقولي مثلا لو هو قال لي الجملة ديت علي said to منى علي بيقول لي منى I am busy مثلا busy يعني ايه انا مشغولة تمام علي بيقول لي منى انا مشغول الكلام اللي بين اقواس ده هو الكلام اللي هو الستيتمنت اللي هي جمله خبريه بادئه بسبجكت وبادئه بفيرب طيب انا عايزه احول بقى الجمله دي من جمله دايركت لجمله اندايركت هعمل ايه اول حاجه هكتب علي واحول سيت تو لكلمه اسمها تولد يبقى اقول علي تولد منى هشيل الكاما واشيل الاقواس وهربط بكلمه اسمها ايه اسمها ذات هشيل الكاما ديت والاقواس وهربط بكلمه اسمها ذات يبقى علي told منى ذات لحد دلوقتي في مشكلة؟ ها؟ تمام؟ لا. تمام يبقى علي told منى ذات هبدأ بقى أحول الضماير علي الأي دي عايدة على علي ولا عايدة على منى؟ مين اللي بيتكلم؟ علي علي بقى أقول مكانها هي تمام؟ جملة اللي بين الأقواس دي بحولها لو هي مضارع بحولها للماضي لو هي مضارع بسيط تبقى ماضي بسيط present simple past simple present continuous بحولها past continuous يبقى أي present بحوله لأي past طيب الباست من am بتبقى إيه was يبقى that he was وحط busy زي ما هي وحط في الآخر full stop طيب بيقول لي خلي بالي إن كلمة that ممكن أشيلها وأقول على طول علي told منى he was busy علي بيقول لمنى ان هو مشغول تاني يبقى انا اول حاجه حولت set to لكلمه told شلت الاقواس بربطت بذات او ممكن ما احطش ذات نمبر 3 بحول الضماير بشوف مين بيتكلم تمام بعد كده بحول الازمنه اي مضارع بحوله لباست تمام اكزامبل كمان لو انا قلت I said to هاني انا بقول لهاني تمام بقول له ايه you did a good job. You did a good job. عايز احولها من ال direct to indirect. ها معايا كده يا رضوى؟ اعمل اول حاجة. ها. احولها لايه؟ indirect. ماشي انا هحول كلمة set to لكلمة ايه؟ told. احول set to told. أقول I told هاني I told هاني تمام أشيل الأقواس وأربط بكلمة إيه؟ أشيل الأبوستروف ذات أحط كلمة كلمة ذات هربط بكلمة ذات أشيل الأقواس أو أشيل الكامز والإنفرس كامز وأربط بكلمة ذات بعد كده هشوف يو هنا عايدة على مين؟ على I ولا على هاني؟ على هاني تمام يبقى أحط مكانها إيه؟ I told that Hani did a good job. يبقى مكان هاني هقول هي. خلي بالي بعد كده بقى الجملة أنا في الباست عايز أحولها من الباست سيمبل أحولها الباست بيرفكت. يبقى هقول إيه؟ He had done a good job. يعني هو قام بوظيفة جيدة. تمام؟ clear؟ طيب another example clear أنا قلت she said to me هي بتقول لي I have studied well يلا يا يوسف هحولها ازاي؟ she told me تمام she told me هي قالت لي That I عايد على مين؟ أنا عايد على مين؟ على شي ولا على I؟ على I لا هي بتقول شي سيدي يبقى هي اللي بتتكلم صح؟ هي اللي بتتكلم I هنا عايد على شي تمام؟ جملة هنا present perfect احولها برضو past perfect يبقى شيء ايه that she had studied well برافو she had studied well
واحط في الاخر برضو ايه فول ستوب. طيب اكزامبل كمان، لو انا قلت هي سيد تو نورا you are ايه بتعمل ايه، you are مثلا writing you are writing now، انت بتكتبي دلوقتي، عايزه احولها يا رضوى، اقول هنا ايه دي دايركت فاحولها الاندايركت، فاحول سته احول سته لايه تو تولد تول، يبقى اول حاجه سته اخليها تول، يبقى اقول هي تولد نورا، ها هي تولد نورا ذات ذات تمام ار رايت. استني بس استني بس، يو هنا عايدة على هي ولا عايدة على نورا؟ عايدة على نورا. تمام، يبقى اقول مكانها ايه؟ شي. تمام، وهنا الجملة في present continuous احولها ل past continuous، يبقى هقول ايه؟ that she was writing. برافو، she was writing. وخلي بالي بقى اخر حاجة هقولها هنا في الجزء ده، ان عندي بعض الكلمات بحولها برضو من الزمن القريب للزمن البعيد، زي كلمة now بحولها كلمة then. جايبين بعض الكلمات اللي انا بحولها، لو انا عندي كلمة now بحولها لزن. here لو انا عندي كلمة here في الجملة بحولها، لما اجي احول direct بحولها لزير. today بتتحول لذات day، ذات day. tomorrow اللي هي غدا بحولها لايه؟ the following day او the next day، the following او the next day. تمام، عندي كلمة next week بحولها the following week. تمام، عندي كلمة تانية زي كلمة yesterday بحولها لايه؟ the day before. yesterday بحولها the day before. تمام، كلمة this بحولها that. this بتحول لذوس. اوكي، فخلي بالي لازم اكون حافظه الكلمات دي عشان لما اجي تجي لي كلمه من الكلمات دي اعرف احولها لايه. now then. اوكي، ago بتحول لكلمة before. طيب اخر اكزامبل في الجزء ده، لو انا قلت هي سيد ولاء، هو بيقول لولاء you can swim، بس كده you can swim. يلا يوسف. He told ولاء، يبقى he told ولاء ايه؟ that. تمام، he you عايد على مين؟ يو عايدة على ولاء، يبقى أول مكانها إيه؟ شي. وحول كان للماضي تبقى اسمها إيه؟ كود سويم. كود سويم، تمام، ثانك يو سو ماتش. يبقى شي كود سويم، يبقى أي بريزنت تحوله للماضي. طب ما حولتش سويم ليه؟ لأن بعد كود بجيب الفعل في المصدر، ما ينفعش أحول سويم، بحول كود بس. طيب ده بالنسبة للنوع الأولاني اللي هو الستيتمنت. النوع الثاني اللي هو الأوردر، بيقول انا عندي نوعين من الاوردر، يا اما امر مثبت يا اما امر منفي. يعني ايه اوردر؟ يعني انا ببدا الجمله بفيرب، ببدا الجمله بفيرب في المصدر، ده كده معناها الاوردر. بيقول لو انا ببدا بالفيرب على طول بشيل الكومز واحط كلمه تو زائد الفيرب اللي في المصدر. لو انا ببدا بكلمه دونت بشيل دونت واحط نوت تو والانفينيتيف. ندي اكزامبل، نقول مثلا ايه، لو انا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، قلت مثلا she said study hard. طيب بص على الكلام اللي بين الكومز دي، الكلام ده بادئ بايه؟ بادئ بفيرب،
يبقى ده النوع التاني اللي هو الايه الاوردر، الاوردر المثبت. تمام، يبقى اشيل اقواس واحط كلمه ايه، واحط كلمه تو. يبقى هقول هنا شي اسكت او شي اوردرد تو ستادي هارد. تمام، يبقى هي بتقول لنا او بتؤمر ان احنا نذاكر كويس. لو قلت مثلا هي سيد تو هاني، هو بيقول لهاني هاري اب، عايز احولها هقول ايه؟ هقول ايه؟ he told يبقى هتحول ست told، ممكن احولها told او احولها asked صح، او احولها ordered. ثلاثة صح، asked او ordered. تمام، يبقى هي ordered هاني to hurry up. تمام، to hurry up. يبقى عشان اسهل حاجة خالص النوع ده to hurry up، يبقى هو طلب من هاني ان هو يسرع. اكزامبل تاني، لو قلت I said to Mona don't shout، بقول لمنى ما تصرخيش، وعايزه احولها يا يوسف، اعمل ايه؟ I asked Mona to، لا هنا بقى مش هقول to، اقول ايه؟ not not to shout، not to shout. تمام كده، يبقى I asked Mona not to shout او I ordered Mona not to shout، طلبت من منى ان هي ما تصرخش. example كمان، one more example. I said to the boy keep quiet. ردوا أقول هنا يا رب. I ordered the boy to keep quiet. تمام، I ordered the boy to keep quiet. تمام، طيب example تاني، لو قلت she said to رامي، بتقول لي رامي don't play in the street مثلا، don't play in the street. هقول ايه؟ هقول ايه يا يوسف؟ she asked Rami. يبقى اشيل order واحط asked، she said to او ordered او asked. she asked Rami ايه؟ not to play in the street. not to play، very good. يبقى she asked Rami not to play in the street. تمام، ده كده بالنسبة number two اللي هو النوع الايه؟ الorder او الامر. اخر نوع بقى خلي بالي برضو سهل بس عايز تركيز. النوع الثالث هو الكويشن. بيقول في الكويشن انا عندي نوعين من الكويشن، يا اما يس نو كويشن. يعني يس نو كويشن يعني سؤال بجاوب عليه بيس او نو، يا اما دبليو اتش كويشن سؤال بادئ بدبليو اتش وورد. تمام، بيقول في النوع الاولاني انا بشيل الاقواس وبربط بكلمه اسمها اف او ويذر. في النوع التاني بحط الـ WH word زي ما هي، ما بغيرش حاجة، بحطها زي ما هي، بجيبش كلمة من عندي. يعني لو عندي what بحط what، لو عندي where بحط where، وهكذا. طيب نشوف الـ example. مثلا بيقول لي أول حاجة هنا بسم الله الرحمن الرحيم، لو قلت I said to هناء are you coming، عايز احول الجملة دي، خلي بالي بقى معايا هنا بعمل ايه. نفس الكلام اللي احنا قلناه في الاول، هحول ست تو برضو الحاجة، بس هنا ده سؤال، يبقى احولها كلمة ايه؟ كلمة asked. يبقى اقول I asked هناء، احنا قلنا اشيل الكامز واحط كلمة ايه؟ if او whether، احط if او whether. بعد if او whether خلي بالي بقى هعمل ايه؟ هدور على السبجكت، هدور على الفاعل. السبجكت هنا عند مين؟ كلمة يو. يو هنا عايدة على اي ولا عايدة على هناء؟ عايدة على هناء، يبقى احط مكانها شي. يبقى انا حطيت اف
وبعد كده جبت بعد اف على طول السبجكت، جبت الفعل وبعدين الفاعل. اوكي السبجكت يعني الفاعل. بعد ما جبت الفاعل هدور على الفيرب. الفيرب هنا زمانه present continuous، يبقى انا هحوله للباست كونتينوس. يبقى if she was coming واحط في الاخر. بس احنا قد كنا واخدين الدرس ده السنه اللي فاتت. تقولي ايه يا رضوى؟ احنا كنا واخدين الدرس ده السنه اللي فاتت. تمام مفيش اي مشكله. تمام هو بس ده ريفيجن عليه سريعه. يبقى انا هشيل اقواس هنا واحط اف، وبعد كده احط السبجكت، اجيب السبجكت الفاعل، وبعدين اجيب الفيرب وهحول الفيرب من اي بريزنت لاي باست. تمام تمام يا تمام. نبدا ناخد كويشن كمان عليه. لو انا قلت مثلا ايه شي سيد تو وليد do you like مثلا do you like apples. هقول هنا يا يوسف شي اول حاجه احول سته لايه؟ لا ask. يبقى اقول شي asked وليد. شي asked وليد. اشيل الكامز واحط ايه؟ تو. احط ايه؟ اف. اف احط هنا اف، اشيل الكامز واحط اف. يو هنا عايده على شي ولا على وليد؟ وليد. تمام يبقى اف هي. تمام والجمله في البريزنت احولها للباست. فين الفيرب الرئيسي عندي؟ كلمه لايك احطه في الباست. يبقى اف هي لايكد ابلز ابلز، واحط في الاخر ايه؟ فول ستوب. احط في اخر الجمله فول ستوب عشان خلاص انا حولتها من كويشن، حولت الجمله من سؤال لجمله خبريه. تمام اكزامبل كمان. لو انا قلت اي سيد تو منى ويل يو بلاي تنس. يلا يا رضوى. أول حاجة أعمل إيه؟